في جولة غاب عنها الأهلي المتصدر اتصدرت القرارات الجدلية للحكام والأهداف العكسية المشهد. أهلا بيكم في جولة كل حاجة غريبة من أخطر دوري في العالم. تشكيل الجولة الخمستاشر بيبدأ بمحمد أبو جبل حارس الزمالك اللي للماتش الثاني على التوالي بيخطف اللقطة من زمايله بتصديات صعبة، ولولا حتى النقطة اللي جت من وادي دجلة كان ممكن تروح. في خط الدفاع عبدالله السنجهاوي باك يمين أسوان اللي صنع الجول الأول في حرس الحدود، ولما فرقته رجعت للدفاع قفل الجنب اليمين بالضبة والمفتاح. محمد سمير مدافع المقاولين. محمد سمير جمع نقط كتير جدا للمقاولين ساهمت في وصوله لوصافة الدوري، بعيدا عن أدائه الدفاعي المميز رأسياته وركلاته الحرة، والمرة دي بيسجل من ركلة حرة في طنطا. أحمد رمضان بيكم مدافع وادي دجلة اللي كان فايق جدا لوينجات الزمالك أناجم وبن شرقي، وكان بيضغط عليهم من بدري علشان يمنعهم انهم ما يتعاملوا بالكرة بحريتهم. مع زميله يعقوب الباك الشمال اللي عمل جبهة من نار على الزمالك وصنع فرص خطيرة لفرقته بعرضيات وتسديدات، بس كل ده ما منعوش ان هو يقدم دوره الدفاعي على اكمل وجه. في خط الوسط اكرم توفيق من الجونة واللي سجل الجول القاتل في الثانية الاخيرة في المصري والحكم حاطط صفارته في ايده، وقبلها عمل اسيست الجول الاول لاحمد ياسر ريان. دونجا من بيراميدز قدم افضل اداء ليه من فترة بعد غياب عن التألق، سجل الجول التعادل مع نادي مصر وصنع التاني في وقت قاتل. همام طارق من الاسماعيلي طول 75 دقيقة من ماتش الاسماعيلي ضد الانتاج الحربي الدراويش ما كانوش بيمسكوا الكرة الا عن طريق همام طارق، وما كانوش بيروحوا للجول غير عن طريق تمريراته في قلب دفاع الانتاج. مع زميله فخر الدين بن يوسف اللي سجل جوله الاول مع الاسماعيلي في الدوري المصري في الانتاج علشان يخطف الفوز، وقبل ما يسجل كان اكتر لاعب من الاسماعيلي بيشوط على المرمى. كريم الطيب ناشئ أسوان اللي بيعوض فرقته عن غياب أحمد عبد الظاهر وأمد أكر للإصابة بأداء ممتاز، قدر إن هو يقود أسوان للفوز الأول من الجولة الخامسة، سجل الجول الأول وتسبب في الجول الثاني. رجب عمران في كل هجمة خطيرة على الزمالك كان موجود رجب عمران علشان يحرك فرقته لقدام أو يقف على كورته عشان يحافظ لوادي دجلة على الاستحواذ في نص ملعب الزمالك. أفضل فريق في الجولة وادي دجلة بأداء ممكن نعتبره الأفضل للفريق في الموسم ده. وادي دجلة عمل ماتش كبير جدا ضد الزمالك خلى الآراء كلها تقول إنه ضيع نقطتين مكسبش نقطة، خصوصا في الشوط التاني اللي سيطر عليه لعيبة وادي دجلة بالعرض والطول وضيعوا فرص ما تضيعش كان لازم يكون مكانها الشبكة. ورغم الضغط العالي اللي كان بينفذه لعيبته على دفاع الزمالك إلا إننا ما حسيناش بتراجع وادي دجلة بدنيا تماما عكس الزمالك. أفضل لاعب في الجولة أكرم توفيق لاعب الجونة، الجول القاتل اللي سجله في المصري كان مجرد مكافأة على أدائه طول 96 دقيقة، دوره الدفاعي اللي قدمه على أكمل وجه ما منعوش إن هو يشارك في هجمات فرقته ويزيد في التلت الهجومي، علشان كده كان قادر إن هو يصنع جول لأحمد ياسر ريان ويسجل التاني لنفسه علشان يضيف 3 نقط مهمين جدا لفرقته. أجمل جول في الجولة جول مصطفى محمد للزمالك في وادي دجلة على غير العادة، وبرجله مصطفى محمد بيسجل للزمالك في وادي دجلة بصاروخ لا يصد ولا يرد، وبعد ضغط من أوباما في نص الملعب علشان يقطع الكرة ويمررها بشكل كويس جدا لمصطفى محمد. مدرب الجولة تكيس جونياس مدرب وادي دجلة بطريقته اللي ما بتتغيرش مهما كان اسم المنافس قدر يزنق الزمالك شوط كامل في نص ملعبه ومن غير اي رد فعل من لعيبة الزمالك، وقدر كمان ان هو يستغل غياب طارق حامد ارتكاز الزمالك اللي فعلا فعلا ملوش بديل. دجلة استحواذه على الكرة وصل لأكتر من 60%، عمل عدد تمريرات ضعف عدد تمريرات الزمالك، وده ما أثرش على فعاليته على المرمى لأنه شاط 10 كور مقابل 5 بس للزمالك. كل ده بيبرر تصريح مدرب وادي دجلة بعد الماتش إن لعيبته متضايقين من التعادل مع الزمالك. مفاجأة الجولة 3 كروت حمراء لعيبة نادي مصر ضد بيراميدز. طبعا مفيش مشكلة في طرد 3 لعيبة من فريق خصوصا لو كان الموضوع يستحق، لكن الغريب ان الحكم ما كانش بيدي حتى فرصة للعيبة نادي مصر انها تبين غضبها من قراراته وتعامل معهم على انهم روبوتات. ويمكن هو ده سبب بيان نادي مصر بعد الماتش بان الحكام في مصر محتاجين دكاترة نفسيين.